نستضيف أكثر من 1,200,000 لاجئ سوري، الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد اللبناني وكذلك عن الأمن والبيئة. إنه تحدي بالنسبة لجميع القطاعات اللبنانية. أود أن أقول مجددا لرئيس الوزراء الحريري بأن لبنان يبقى الوجهة الأولى للمساعدات الفرنسية المتعلقة بأزمة اللاجئين السوريين. نسعى إلى إيجاد انتقال سياسي يتيح عودة الوضع إلى طبيعته في سوريا والقضاء بشكل نهائي على جميع أشكال الإرهاب، فضلا عن إعادة البناء وإيجاد توازن سياسي لهذا البلد.